بداية أتقدم بالشكر الجزيل إلى المملكة العربية السعودية على الدعم الكبير الذي تقدمه. هذا ليس غريب، المملكة العربية السعودية تحرص دائما على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، وهذا هو مجال عمل الصندوق في المنطقة وخارج المنطقة. ولا شك أنه عضوية أيضا المملكة في مجموعة العشرين لها دور يتعدى حدود المنطقة ولها دور دولي. المملكة العربية السعودية هي أكبر داعم للمؤسسات المالية العربية، واحدة من أكبر الدول الداعمة لهذه المؤسسات. اليوم هو يوم مبارك في عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي. هذا برنامج شامل يهدف إلى الإصلاحات وإعادة بناء المؤسسات وتعزيز وتقوية إطر الحوكمة والشفافية. يشتمل البرنامج على حزمة من مجالات الإصلاح في المالية العامة التي منها على سبيل المثال زيادة الإيرادات والكفاءة في النفقات والتركيز على المواطن اليمني لرفع مستوى معيشته. أيضا يهدف هذا البرنامج إلى حشد الدعم سواء كان إقليمي أو دولي من المؤسسات وأيضا الصناديق الداعمة لدعم هذا البرنامج الاقتصادي ودعم تطبيقه. أيضا البرنامج يهدف إلى دعم البيئة المواتية للقطاع الخاص للعمل يدا بيد مع الحكومة اليمنية لرفع معدلات العمالة وتخفيف البطالة وتخفيف الفقر. ولا شك أن هذا البرنامج هو إن شاء الله بداية للإصلاح الاقتصادي وإعادة بناء المؤسسات وتعزيز الحوكمة وتعزيز الشفافية في بناء هذه المؤسسات. الانعكاسات الحقيقة هي من خلال وجود برنامج متكامل للإصلاح. هذا البرنامج يدعم بهذه الوديعة، ولذلك الأساس هو وضع البرنامج الاقتصادي الشامل موضع التنفيذ، وهذا البرنامج تطبيقه سيدعمه تنفيذ هذا البرنامج. آلية التنفيذ سيكون هناك توافق أيضا على آلية لكيفية التنفيذ، سيكون هناك أيضا آلية لإعداد التقارير. الصندوق دوره هو دور الذي يقدم الدعم الفني لإعداد التقارير التي سيبنى عليها إن شاء الله التنفيذ. أكملنا التوقيع الرافعة الفنية لتنفيذ البرنامج والرقابة عليه والمساعدة في تذييل أي عقبات هو صندوق النقد العربي، رئاسة معالي الدكتور عبد الرحمن الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة، والداعم الأخوة في وزارة المالية في المملكة وكذلك في دولة الإمارات العربية المتحدة. أكملنا التوقيع على البرنامج والآليات المرتبطة به، وسننتقل الآن لمناقشة الجوانب القانونية في اتفاقية الوديعة، وإن شاء الله ننتهي منها قريبا. هل هي منحة أم قرض؟ هي قرض أم منحة؟ هي وديعة، والوديعة معروفة أصلا. مدة البرنامج؟ مدة البرنامج هذا لاحقا سيتم الإعلان عنه، لكن مدة برنامج الإصلاح الذي سيتم تنفيذه وبمساعدة من الصندوق وبواسطته حوالي 3 سنوات أو 4 سنوات 2022 إلى 2025.